أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الأول عن تساقط أمطار رعدية خلال أمسية اليوم، ستخص كل من أقصى الجنوب وكذلك منطقة الأوراس، على كل من سوقهراس كذلك تبسة وأيضا برج باجي مختار، تمن رسات، أم البواقي وأيضا تندوف وخنشلة. إذا أمطار رعدية ستخص خلال هذه الأمسية تقريبا كل هذه الولايات. أما خلال يوم الغد نسبة رطوبة عالية ستخص الوجه الساحلي الوسطى والغربية لتصبح الأجواء صيفية مشمسة تقريبا على جل السواحل، لكن على المرتفعات والهضاب خلال أمسية الغد إن شاء الله سحب ركامية رعدية ستخص المرتفعات والهضاب، لكن خلايا رعدية مرفوقة بأمطار شكل زخات ستخص أقصى الجنوب وكذلك منطقتي الأهجار والتصليم زاوية برملية ستنشط على مناطق الجنوب الغربي الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. 22 درجة تقريبا على كافة المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية، لكن تفوق 25 درجة على المرتفعات الداخلية الغربية، تقريبا نفس المقياس على منطقة الأهجار والتاسيلي، ترتفع إلى غاية 31 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال يوم الغد درجة الحرارة القصوى تقارب 32 درجة بالعاصمة، 31 درجة على وهران، ترتفع إلى غاية 41 درجة على معسكر غليزان شلف، نفس المقياس على شمال الصحراء، 44 درجة كان المقياس وهذا على تندوف تيميمون وأدرار، ولن تتعدى 42 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الشرقية مع رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات، لكن بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على كل من السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية. والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إلى غاية بداية الأسبوع، خلال يوم الجمعة ننتظر إن شاء الله نسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية الوسطى والغربية مع كذلك رعود منعزلة خلال أواخر النهار على المرتفعات والهضاب وخاصة على منطقة الأوراس مع احتمال بعض الزخات من المطر. أجواء مستقرة على الجنوب، درجات الحر في استقرار. خلال يومي السبت نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله خلال يوم الأحد ننتظر نفس الوضعية الجوية، نسبة رطوبة عالية على الوجهة الساحلية الوسطى والغربية، لكن دائما تواصل لرعود منعزلة على المرتفعات والهضاب احتمال لبعض الزخات من المطر على منطقة الأوراس. كذلك خلال يوم السبت وخلال يوم الأحد إن شاء الله رعود ستخص المرتفعات، أقول مرتفعات الهجار والتصلي إلى غاية أقصى الجنوب، درجات الحرارة دائما فصلية مرتفعة خاصة على المرتفعات والهضاب وحتى على الصحراء الوسطى.